محترم للغاية. المقابلة هذه من المنتظر أنه باش يحضرها 6000 محب للنادي الصفاقسي. بون علاش مش 8000؟ لأنه طاقة الملعب هي 11000 قانونيا. 12200 قانونيا بطبيعة النادي الصفاقسي يحق له استغلال 70% من الملعب، ولكن انطلاقا من مقابلة الترجي بعد الاجتماع الأمني اللي صار اليوم، انطلاقا من مقابلة الترجي باش يتم استغلال 70% من طاقة الملعب. دونك غدوة 6000 محب. لحد الآن على مستوى الاشتراكات النادي الصفاقسي عمل رقم قياسي في بيع الاشتراكات، 5500 اشتراك، متبقي 500 اشتراك فقط. 5500 اشتراك في النادي الصفاقسي رقم قياسي، وبداية موسم قوية في السي اس اس مع قدوم الكوكي، الناس كل تقريبا متحمسة للموسم هذا. لا رقم ضعيف برشا، لا مش قياسي، انا اعتبره رقم ضعيف برشا بارابور للنادي الصفاقسي وبارابور لولاية صفاقس والنادي الصفاقسي. ما بنظر لطاقة الملعب، لا طاقة الملعب هي ظلم بطبيعتها، هي في حد ذاتها نحكي على ملعب فيه 12000 متفرج في صفاقس في مدينة صفاقس بمليون، مش معقول معناتها. اليوم نحكي على ارقام معناتها مخزلة بكل امانة بكل صراحة. اليوم 6000 انا نعتبره، انت تعتبره رقم قياسي، لكن انا اعتبره رقم هزيل بارابور للسبورتر. لا بالنظر لطاقة استيعاب الملعب، المفروض ان اليوم الامن والناس اللي تشرف على الملعب ولا الناس اللي موجوده في الرياضه بصفه عامه، لابد ان الصفاقسي ياخذ حظوه خير من هكا. اليوم للامانه فريق عنده برشا مشاكل ماديه، عنده مشاكل معناتها انفراستركتور، عنده مشاكل من الناحيه الرياضيه. اليوم بنيه اساسيه معناتها مهترئه في تونس وفي في في صفاقس وفي ملعب التيمهري. اليوم ما نزيدوش نعاقبوه مرتين، معناتها اليوم كاني بنعاقبه في النادي الصفاقسي مرتين. اليوم معناتها سامحني انت توا اسمك الضويلي، انت اسمك تفهم النادي الصفاقسي، اسكو من هنا نهايه الموسم باش نرجعوا بزوز جماهير ولا بجماهير واحده؟ علاش نقول لك انا هكا؟ كانك انت اليوم ماكش باش تناوي باش ترجع الجمهور نتاع الفرق المنافسه، علاش ما تعطيش النادي الصفاقسي 12000 ابونمون؟ 100% كاملين 100%. كانك انت عندك سياسه باش تقول راهو بعد شهر يا خويا راهو عندي النيه باش نرجع الجماهير المنافسه، تو نجموا نحكيوا على المعادلات اللي تكون بنسبه مئويه مختلفه. اليوم كان ما عندكش النيه، بالعكس انا اليوم نقول اخويا ما فماش علاش نحرم جماهير الصفاقسي، انا حارمهم ديجا عندهمش ملعب يكفي كيما الجمعيات الاخرين الكل، ونزيد نعاقبهم اوتر ما على خاطر انت اليوم طاقه الاستيعاب نتاعك ما تكفيش ولا ضعيفه. اليوم نزيد نعاقبك اوتر ما نعطيك 6000 او 8000 ولا 8500. لابد ان اليوم سلطه الاشراف وخاصه وزاره الداخليه والناس اللي تشرف على الرياضه بصفه عامه لابد يلقوا حل للنادي الصفاقسي، على خاطر اليوم مش من باب المحبه، لكن هذا هو الواقع. وقت اللي تحكي على فريق يحب يلعب على البطوله ويكون كيفه كيف النوادي الاخرين كل، الحد الادنى اعطيني شويه امكانيات ماديه على الاقل ولا معنويه ولا من ناحيه الجماهير باش النجم فما حضور نتاع الجماهير نتاعنا باش النجم باش النجم ننافسوا على البطوله. معناتها حاجه مهمه برشا باش النادي الصفاقسي زاد نظر المشاكل اللي الماديه الكبيره اللي تعاني منها النوادي الكل بدون استثناء. معناتها وزيد النادي الصفاقسي كيف كيف اليوم حسب اعتقادي انا ما فهمش علاش اليوم النادي الصفاقسي ما نعطيوش 10000 ولا 11000 ابونمون باش يكونوا متواجدين، لو انه ماشيين في سياسه انه راهو من هنا نهايه الموسم ما فهمش جماهير نتاع الفرق الاخرى باش تحضر في الملعب. شنو هو المانع؟ شنو هو المانع؟ ما فهمش مانع. معناتها كان فما حاجه تمنع قولوا لي عليها، واليوم حتى تكون حاجه استثنائيه. اليوم انت كان عطيت طاقه استيعاب للنادي الصفاقسي 80% ولا 90%، شنو اللي باش يبدل؟ شنو باش يبدل؟ ما يجيوش الرباع نتاع الترجي ولا ما يجيوش الرباع نتاع النادي الافريقي ولا ما يجيوش الرباع نتاع النجم الساحلي اللي هما متنافسين معناتها كيما زاد الملعب التونسي زاد كيف كيف، كيما نحكي على الاتحاد المنستيري، الفرق هذوما الكل اللي عندها حظوه وعندها معناتها نسبه مئويه باش تكون مترانه على البطوله، لابد والسي بي زاد كيف كيف، الفرق الكل. انا ما نجمش نميز فريق على فريق. يا خويا كان عندك امكانيه باش تعاون من الناحيه الماديه ومن ناحيه ما تنجمش تكون قانون اساسي، مش كيما استاد يهز 60000 تعطيه انت 70%، مش كيما استاد يهز 5000 كيف كيف، راهو تمشي على بنزرت على الستاد تونيزيا على المستير على الجمعيات الكل بدون استثناء، مش كان ملعب طيب ميري. لابد ان نتعاملوا مع الملفات هذوما كبر ما يكونش قانون معناتها يمشي على الجمعيات الكل. واضح ناصر. المقابله الثانيه غدو لحساب نفس المجموعه، الاتحاد المنستير يستضيف